سعيد دورة رئيس عصمة جياد ضربي بأسطات المنافذة كده عادي يكون بين الوزوات اليوم جسوات الأمر تظهر الرياض مباريات تمهيدية بين عصمة جياد ضربي بأسطات وفي نفس الوقت التكوين لفائدة المدربين والأطر التقنية والمناديب والحكام. هذه المدينة اللي قامت بها عصمة جياد ضربي بأسطات على أساس أنه تكتيف الجهود لجميع المنخرطين بهذه العصبة أنهم يستافدوا ويكون عندنا أكبر عدد من الحكام أكبر عدد من المناديب ويكونوا حتى ديك الأطر التقنية هي اللي كتساعد ديك الأطر التقنية اللي هي رسمية في الأندية ديك الأطر التقنية ديالهم المساعدة حتى هما يديروا لهم هذا التكوين على أساس أنهم باش يكونوا حتى هما أطر تقنية ويكونوا معتمدين بشواهد ديالهم على أساس أنه باش ملي تجي استحقاقات في المقبلة استحقاقات مقبلة ديال الجامعة الملكية المغربية للملاكمة والجامعة الدولية على أساس أنه باش الوليدات كلهم يستافدوا ويكونوا عندنا أندية ونحاولوا نكتفوا الجهود أننا باش تكون عندنا أكثر عدد من الأندية. واليوم كيف كتشوفوا هو أنه كنتكلم في التكوين هذا كان عندنا أطر تقنية من جميع جهات جهات دار البيضاء سطات اللي تابعين العصبة بحال اليوم اللي كنشوفوا حد السوالم وكنشوفوا سطات كنشوفوا برشيد كنشوفوا بن سليمان كنشوفوا بوزنيقة باقي لنا عير ثلاث سيدي بن نور ثلاث سيدي بن نور هي اللي باقي عندنا باقي ما اجتهدناش على اننا نخدموا فيها حتى هي تكون عندنا فيها أندية ديالنا على اساس انه تعميم هذه الرياضة على صعيد جهات دار البيضاء سطات. اليوم كيف ما كتشوفوا جهود مكتفة لاجراء المباريات التمهيدية لجميع المنخرطين بهذه الجهة على اساس انه يكون تنافس للبطولة الجهوية المقبلة ان شاء الله للموسم 2023-2024. وبهذه المناسبة كنشكروا السي عبد العزيز وكنشكروا القناة ديالكم لاجواق تي في اللي كتعرفوا انه جهة دار البيضاء سطات هي الرائدة في الملاكمة على الصعيد الوطني وربما حتى على الصعيد الافريقي لانه عندنا ابطال عالميين وابطال اولمبيين كلهم من هذه عصبة جهة دار البيضاء سطات وهذا شرف لنا وشرف للملاكمة الوطنية المغربية. لكم اول حاجه تنشكروا الاذاعه ديال بلازواق تي في على هذا الاستقبال هذا وعلى الاستقبال اللي استقبلونا وجاو عندنا انتما ضيوف عندنا. بالنسبه لهاد الادوار التمهيديه ديال في رياضه الملاكمه هي في صالح ديال الوليدات باش يكملوا المباريات ديالهم اللي غتاهلهم بطوله المغرب لانهما في حقيقه في لان اللي ما كيكملش المباريات ديالهم ما يلعبش بطوله المغرب وهذا في حقيقه اللي تنشكروا عليه الرئيس الجهه ديال جهه الدار البيضاء سطات على هاد التظاهرات المكتافه اللي في حقيقه اللي ما خلناش نتسناو شي مباراه باش ما نكملوش بها مباريات الملاكمه. وتنشكر كاع النوادي ديال هذه المجموعه هذه اللي في حقيقه هما اللي عطاو شيء كثير ووجدوا الوليدات وماشي ساهل باش يوجدوا الوليدات ويجيبوهم ويطلعوهم لهاد المباريات التمهيديه. وثاني حاجه معنا واحد المدرب اللي هو مقتدر ما شاء الله توليتي اللي في حقيقه هو تيوجد الوليدات وتيأثر الوليدات اللي تيجيو من السيارات ابطال الحي الحسني منهم شباب حي الحسني منهم جمعية الوطنية الملاكمة للجيل الجديد عدة نوادي اللي في حقيقة اللي ما ذكرناش الاسم ديالو راه بحال ذكرناه واللي في حقيقة اللي بالنسبة لهذا الدور التمهيدي اللي هو في صالح ديال الملاكم وغادي يوصل لنا الملاكمين ان شاء الله باش كل شيء كاع الملاكمين ديالنا يوصلوا ان شاء الله النهائي لبطوله المغرب ونلقاهم ان شاء الله في ليكيب ناسيونال لما لا وتا هما يهزوا الرايه الوطنيه ويعطيو شي حاجه للوطن ديالو لان الوطن ما تيتسناش شنو غيعطيو الوطن هما شنو غيعطيو الوطن. اول حاجه لان ذوك الملاكمين ان شاء الله من هنا لقدام غنشوفهم ابطال لان عندنا مدربين وعندنا نوادي اللي في حقها اللي عندهم كفاءه عاليه واللي تيضحيو ماشي بصحتهم باي حاجه باش يوصلوا ذوك الوليدات وما تيتسناو ذوك المدربين وذوك الاطر ما تيتسناو من حتى شي واحد حاجه اللي في حقها اللي غادي الشكر لان الشكر تيبقى الله سبحانه وتعالى وشكرا على الاستضافه. تنشكر الرئيس سعيد دوره اللي رئيس ديال الجهه الدار البيضاء سطات اللي في حقها اللي فتح لنا كاع البلاد وسهل علينا كاع المأمورية وتنشكروه تنشكرو العصبة الرئيس ديالها
اللي بحق اللي ساعد كاع المدربين والاطر باش يدير هذه الاستضافه الكبيره ديال الادوار التمهيديه المكثفه، ماشي ديال اسبوع واسبوعين، الحقيقه هي طيله الشهر، والحمد لله هذا شرف كبير لنا. وتنشكروا من هذا المنبر وتنشكروا جميع المنافسين وجميع الاطر وجميع الرؤساء ديال النوادي والمدربين اللي بحق اللي هما الاساس ديال هادشي كامل. تنشكروا كل واحد الاسم ديالو، وتحياتي للجميع، تحياتي لكم. شكرا.